الله والابن والروح القدس الان واحد امين. كريستوس انستي، اليسوس انستي، المسيح قام، بالحقيقه قام. كل سنه وكنيستنا الجميله القبطيه الارثوذكسيه بكل خير وسلام. كل سنه وقداسه البابا المعظم الانبا تادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه البروسيه بكل خير وسلام، ربنا يطولنا في عمره. كل سنة وكل الآباء المطرنة والأساقفة في المجمع المقدس بخير وسلام، وكل إبرشياتهم وكل آباء الكهنة وشمامسة والخدام والشعب كله في كل مكان في داخل مصر وخارجها. وكل سنة وقناتنا الجميلة ميسات بكل خير وسلام، مياه الأنبا أرمية وكل العاملين في هذه القناة الجميلة، كل سنة وأنتم جميعا بخير. كل سنة ومصر كلها بخير وسلام، وبلادنا ربنا يحميها ويحرسها. كل سنة والرئيس بكل خير وسلام، والحكومة ومحافظة هنا اللي احنا بنعيش فيها. كل سنة وكل اخواتنا وكل حبايبنا في كل مكان بخير وسلام. والحقيقة عيد القيامة مناسبة رائعة جدا، فيها فرحة كبيرة جدا بعد لما صمنا 55 يوم وعشنا مع السيد المسيح له المجد في ألامه خلال أسبوع الألام ساعة بساعة. وطبعا الفرحة بالقيامة من الموت أكبر من أي فرحة أخرى، وعشان كده فرحنا بعيد القيامة أكبر من أي فرح آخر. والحقيقة يعني علشان نعيش مع المسيح في قيامته نحيا في التوبة الجميلة اللي قال عليها الأب عن ابنه الضال: ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فعشان نعيش القيامة مع المسيح لازم نعيش حياة التوبة مستمرة طول حياتنا، ونثبت في المسيح بالتناول من جسد ودمه الأقدسين اللي بتعطينا ثبات في القيامة. ونقرأ في الكتاب المقدس اللي بيعرفنا ازاي ان كل العهد القديم فيه نبوات عن حياة المسيح بداية من البشارة لغاية صعوده ومجيئه التاني. نتمسك بالإيمان بسيد المسيح وبأن ربنا موجود وانه قادر يتدخل وانه قادر على كل شيء و يقودنا بحكمته، وده اللي يدينا إحساس بالسلام والفرح. إيماننا بربنا وبقدرته وبقوته بيدينا دايما فرحة وعدم إحساس بالمشكلة اللي بنمر بيها أو بالمتاعب اللي بنمر بيها تبقى من بره بس، لكن إيماننا بربنا بيدينا سلام داخلي زي ما بيقول بولس الرسول: كحزانة ونحن دائما فرحون. كمان تمسكنا بالأمل والرجاء بيدينا فرحة ويعيشنا مع المسيح في القيامة، لأن اليأس موت والأمل والرجاء هو قيامة. اللي عيشنا كمان في القيامة هو إزاي إن إحنا نقرب من ربنا باستمرار، وإزاي نصلي وإزاي نسبح، وده اللي قضيناه طول أسبوع الألام وليلة أبو غلبسيس لغاية الصبح. التسبيح لا شك إن هو بيدينا إحساس بالسماء ويدينا إحساس بالأبدية وارتباط بالأبدية، وده اللي هنعيشه بعد قيامتنا العامة مع السيد المسيح في مجيئه التاني. كل سنة طيبين كمان مرة، وكل سنة وكل الكنيسة وكل مصر بكل خير وسلام. خريستوس أنيستي، أليسوس أنيستي، المسيح قام، بالحقيقة قام.